شيرين توما جرجور الاسم المعروف بمجال الأزياء، وكتير أشخاص كمان ما بيعرفوا أنه أنت مهندس ديكور. حبينا نخلط بين الهندسة وتصميم الأزياء، لأنه كمان صار في سيجمنت جديد بآخر موضة خاصة باللايف ستايل. شيرين، أنت وين بتلاقي حالك أكتر؟ بهندسة الديكور أو بتصميم الأزياء؟ هن الاثنين بلاقي حالي فيهم، لأنه الهندسة الديكور أنا اخترتها وتعلمتها وتخرجت منها، والفاشن ديزاين كنت ديجا من الأول بهيدا المختصر على الفاشن ديزاين، وكملت وحبيت كمله مع بي. أنت بتحبي عيطولك المهندسة شيرين أو مصممة الأزياء شيرين؟ ديبنس وين بكون، وشو إذا بكون ببيت أنا عملته وعم بيعرف علي أكيد المهندسة، بس إنه إذا كنت بمحل ولبسين شي فساتين من عنا أكيد مصممة الأزياء شيرين توما. أيهم لقيت أصعب، إنه تكون مصممة أزياء أو مهندسة ديكور؟ الاثنين فيهم شغلتين بيختصوا بالألوان، بالفابريك التيسيو، بالكونسبت تبع الفستان او كونسبت تبع البيت. يعني اذا بتتبع الليني برينسيبال تبعول تنفيذ القصص ان كان ببيت او كان فستان، هو نفس الشيء. بفتكر تبعول التصميم الهندسه الديكور اصعب. اليد الحرفيه اكيد التعامل مع اشخاص عم بيشتغلوا بالخياطه غير اشخاص عم بيشتغلوا مبل، عم بيشتغلوا مفروشات، عم بيشتغلوا تقنيا. عم تلاقي صعوبات بايجاد لغه توحد بين هالفريقين المختلفين تماما؟ لا، في عنا بالنسبه للهندسه في كورد ميتيه بدنا نشتغل معهم، صاروا بيفهموا علينا شو لازم ينعمل، كيف الفينيشينج بده يكون دائما هاي اند فينيشينج بالهندسه. وبالتيب اكيد عنا كرو طويل عريض صار له سنين مع بي وهلا معنا بعده، اكيد بيفهم علينا على الطاير. يعني ممنوع الغلط، ودغري اذا عملوا شيء غلط دغري بيعرفوا يصلحوه. دونك الاثنين الحمد لله انه قادرين نحافظ على الهاي اند فينيشينج ان كان بالدريسز او بالانتيريور. بحنا توما دار ازياء حنا توما قدرت عملت ريفولوسيون، عملت نهضه للتاريخ الكلاسيكي لحنا توما واعطيتيها الروح الجديده. بالهندسه شو ضفت لمجال الهندسه بتصاميمك؟ بمجال الهندسة نحن بنشتغل. أنت أقرب للمدرسة العصرية المودرن أو أقرب للمدرسة الكلاسيكية؟ نحن بنشتغل حسب الكلاينتس. يعني إذا الكلاينتس بده كلاسيك نشتغل كلاسيك، إذا الكلاينت بده مودرن نشتغل مودرن، إذا الكلاينت بده ألترا مودرن كمان نشتغل ألترا مودرن. بس أنت وين بتلاقي حالك أكثر؟ مودرن. انا بتعرف شغلي كمان، انا بحس باغلبيه البروجكتس اللي بنعملها بنخلط بين المودرن والكلاسيك. يعني بنعمل الحيطان كلها مودرن، الجبسون بورد مودرن، الارضيات يكونوا مثلا بيتون او بلاك او وات ايفر ترافيرتينو نوتشي، او بس العفش ممكن يكون مودرن ويتدخل له مثلا طاولات كلاسيك بمحل معين او اوفر كلاسيك تابلو حلو. هيدا الكومبينيشن بين كلاسيك اند مودرن، هيدا از ذا بيست كومبينيشن تيل ناو. بختام اللقاء دائما بحب اختمه بفرح، مثل ما كل مصمم بينهي مجموعته بفستان عرس. انت كيف بتشوفي فستان عرس حنا توما؟ كيف توجهاته؟ وكم هندسة اخر مشروع لك كيف نهيتي؟ بالنسبة لفستان العرس، نحن دائما بالكولكشنز اللي بنقدمها بنقدم فساتين عرس اوريجينال. يعني ممكن نقدم فستان عرس شورت مع 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 جيب فوقه، ممكن نقدم فستان عرس مع كمام ريش او كله ريش. دائما بنلاقي بالكولكشن لازم نحط فستان عرس يضرب. هلا اذا الكلاينتس بيتقبلوه ولا لا هيدا شيء ثاني، يعني هذا للعرض بس. هذا للعرض. هلا دائما بيكون في عندنا قصص ثانيين اكيد كروكيات شوي اقل جرأة بتتناسب مع الزبونه، اكيد وقتها بتجي لعنا نحن بنفرجيها ونحن ريدي على كل القصص اللي بدها تغييرات وتظبيطات. اما اخر مشروع هندسي؟ اخر مشروع هندسي عملناه. بتلاقي حالك بالمكان العام او بالبيوت او اماكن عامه او اي مشاريع بالهندسه؟ هلا اكثر شيء بيوت.
اكثر شيء بيوت، بس اكيد كل شيء بينعمل، بس اكثر شيء بيوت. هلا اذا عم تحكينا عن اخر بروجيات عملتها، عاملين فيلا بالرابيه، وعملنا فيلا بالاشرفيه كمان ديبلكس، واكيد في مشاريع تانية عم نشتغل لعمان كمان، من هون لعمان كمان بروجي كتير كبير ثلاث طوابق، بس كله هلا صار على الفينيشينج. بالنهاية شيرين، أنا كتير سعيد إنه صدفتينا ببيت الوالد، بيت حنا توما، وبتمنى لك أكيد النجاح سواء بالأزياء أو بمجال الهندسة، وبحب لك أنت بالمجالين أبدعتي، وأكيد بنتمنى لك تقدم والاستمرارية إلى الأمام.